فالراجل لا أخطأ ولا تجاوز ولا استحق رد الفعل من الأستاذ وليد عبد الوهاب اللي هنسمعه. مش عارف أقول لحضرتك إيه طبعا، لكن هو كولر النهارده واضح إن هو يعني شادد السلخ زي ما بنقول على كل على اللعيبة وعلى الجهاز وعلى كله، واستاذ القاهرة برضه نابوا جزء من هذا الموضوع. لكن طبعا احنا أنا مش هقدر أقول لك حالة استاذ القاهرة يعني 100%، لكن أنت معانا كابتن سيف حضرتك يوم بيوم وتعلم احنا مش لاقيين أسبوع نعمل فيه صيانة. فأنا ما عنديش مشاكل، أنا ممكن ألغي كل الكلام دوت وهبعت أقول أنا محتاج صيانة شهر. بس احنا برضو هو كولر عنده حق، يعني كل المباريات دي هو في الآخر عايز يلعب على أرضية جيدة، فالنقطة دي لازم نحطها في الاعتبار. كابتن سيف الأرضية شركة الصيانة هي ما اتغيرتش، كل حاجة تمام، هو لعب من ثلاث أيام على الأرضية والدنيا تمام، والملعب الحمد لله مش للدرجة اللي هو بيتكلم فيها، يعني الحمد لله الملعب حالة جيدة جدا. بس حضرتك حضرتك بتقول إن مفيش وقت للصيانة. أنا بعت النهاردة للرابطة قلت لهم أنا من يوم 27 لحد يوم 7/8 أنا هقفل العشر أيام أو الفترة دي، اللي يزعل يزعل بقى واللي يقول يقول. هو حاول يدافع طبعا، وتصار إنه في هجوم على الإدارة المعنية. طبعا ده لا يمكن يكون في ذهن مستر كولر، مستر كولر بيقول ملاحظة على الأرضية. وكان سهل جدا يطلع يقول السبب ضغط المباراة عليه، ما عندناش وقت للصيانة. لكن هو يعني هو قال كده، قال احنا ما عندناش اسبوع واحد للصيانة. هو ده كان سبب منطقي. ما احنا بنقول ايه؟ حتى لما بيقول سبب ارهاق اللعيبة واصاباتها الكتيرة ضغط المباريات وما عندناش وقت للراحة. زي على فكرة النجيلة دي روح كائن طبعا. حي طبعا زي اللعيبه طبعا بترهق. اللي بينطبق على اللعيبه ينطبق على الارض، ينطبق على النجيله، ينطبق الضغط مؤذي لكل حاجه. لكن لما انا اقول لك مالك وشك اصفر كده ليه، ما تقوليش انت في ايه يا جدع انت؟ ما انت هتقولي وبعدين تقولي انا بقالي 3 أيام ما نمتش واكلي وحش وبتاع. طب عشان كده وشك اصفر يعني. انا مش قصدي اقول لك شكلك وحش. أنا مش متعود أشوفك مرهق كده يا إبراهيم. بعد ما تزعل وتشخط فيا وتخوفني وأنا بخاف منك جدا، تبتدي تشتكي لي إنك ما بتنامش وما بتاكلش وما صحيح. فتقول لي أنا والله طمنتني عليك، كل ونام وارجع لي بقى إبراهيم، يعني هو ده. طيب الأستاذ وليد عبد الوهاب الراجل يعني مستر كولر اتكلم بمنتهى الاحترام والتقدير. الأستاذ وليد عبد الوهاب انفعل بدون مبرر وفي الآخر أنا هقفل، بعيدا عن أن دي منشأة حكومية منشأة قومية، الأندية ما بتلعبش فيها صدقة، النادي الأهلي بيدفع تقريبا 150 ألف جنيه في المباراة، يعني الاستاد لوحده لما يتعاقد مع عدد كبير من الأندية أظن المبلغ زاد كمان، مبلغ ممكن يكون زاد. فلما بيلعب بيتعاقد يستقبل مباريات كبيرة، هو ده اللي بيأذي الملعب. وخلينا نبقى صراحة، أكتر حاجة أذت الملعب إن أنتوا بدال ما المنتخب الوطني يتمرن خلال الفترة الـ 15 يوم بتاعت الأجندة الدولية، بدال ما يتمرن في الملعب الفرعي كان بيتمرن يوميا في الملعب الرئيسي. دي ما حصلتش مع اي مدرب تقريبا ايام الكابتن الجوهري. كان الملاعب الفرعيه لاستاد القاهره كنا بنروح نحضر كل التدريبات في الملاعب الفرعيه، وهي معموله عشان كده. ومفيش فريق ابدا لا منتخب ولا فريق بيلعب في الملعب الرئيسي. فانتوا يعني الملعب الرئيسي يا استاذ ابراهيم عشان توصل كلامك بتركيز اكتر، انت عايز تقول الملعب الرئيسي للمباريات فقط والتدريبه اللي قبل المباريات اذا كان اذا كان فريق اجنبي. إذا كانت مباراة أجنبية في حق قانوني إن الفريق بيتمرن عليها. ودي نصيحة. ودي كل قد إيه بنلعب في بطولة أفريقية، لكنه إن أنت تفتح الملعب لتدريبات المنتخبات عمال على بطال إرضاءً لسين أو صاد، طب ما هتبقى النتيجة كده، إنك يومياً في تمرين في الملعب. أنت
النادي الاهلي متعاقد مع الاستاد، حقه زي ما بيدفع فلوس يلعب على ملعب كويس. الزمالك متعاقد مع الاستاد، حقه زي ما بيدفع فلوس يلاقي ملعب كويس. الانديه الاساسيه اللي متعاقده معاك من حقها انها تلاقي الملعب بنجيله كويسه. والمنتخب لما يجي يلعب مباراه، بس انتوا كمان ما تفتحوش الملعب للتدريبات وتشتكوا من الانديه اللي هي بتدفع فلوس، ونسمع نغمه احنا هنقفله واللي مش عاجبه واللي يروح يروح. لا، دي اولا لا هي لغه مقبوله ولا قرار حد يملكه لشخصه. مؤكد ان في مجلس اداره للاستاد، ومؤكد ان وزير الشباب والرياضه رئيس مجلس اداره هيئه الاستاد بصفته. وليد عبد الوهاب الراجل قايم بدور، انت مسؤول على حمايه وصيانه الاستاد نفسه. مستر كولر قال لك دي واجهه مصر الرياضيه، اتمنى ان يبقى في الشكل اللي انا شفته عليه. يعني الراجل ما بخدش حق ولا انكر قيمه الاستاد. ما هاجمش يعني، ما اتهمش حد بالتقصير ولا. الاستاذ وليد عبد الوهاب كمان ناقشوا الزميل محمد شبانه عن اللي حصل في الاستاد والصيانه بتاعته وليه وصل لهذا المستوى، نشوفه. وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهره ربما عنده تفسير لحاله العشب اللي مارسيل كولر بيشكو منها. في عجاله سريعه يا استاذ محمد، كل ما هنالك ضغط مباريات على ارض الملعب، وانا ما كل ما اطلب بفتره صيانه للملعب ما فيش طبعا، ومش عايزين نعمل ازمه. انا جيت طلبت فتره توقف، المنتخب اتمرن 10 تدريبات على ارض استاد القاهره، قعدوا 10 ايام، جينا نعمل الصيانه بعد المنتخب. ده 10 ايام غير الماتشات اللي اتلعبت عليه، ده غير الماتشات. الماتش بتاع هنا منتخب الاولمبي عنده مباراتين برضو وديتين مهمين جدا، بتوع كوت ديفوار. طبعا ما قدرناش نعمل الصيانه، فكل الحاجات دي طبعا مؤثره. بس الارضيه اتاثرت طبعا. انا اطلع اقول لحضرتك ان اتاثرت. اتاثرت النهارده طالع كولر عنده تصريحات عنتريه غريبه جدا. ولا انت بتقول عشان مباراه بيراميدز، عشان لو ما وفقتش في مباراه بيراميدز يبقى ارضيه الملعب هي الـ السبب؟ فطبعا يعني مبررات. بس انت حضرتك بتقول ان فعلا الارضيه فيها مشكله. هو الراجل يعني بيقول لك ان الملعب طوله زي الحرير، يعني ايه اللي حصل له؟ محتاج صيانه. يعني الغريبه ان يعني هنا ابتدي اختلف شويه مع الاستاذ وليد. يعني هو لما يقول عندي ضغط وانا مضطر اقفله من كذا لحد لك كده الدنيا ماشي يعني، لكن لما تقول هو انت عشان خايف من ماتش بيراميد، ده كلام مش مسؤول. لا، انت دخلت في حته تنمر ومكايده. لا كلام غير يعني، حد ما ينفعش واحد مسؤول يعني قاعد على كرسي رئيس. لا يعني دخلت نفسك طرف، تقول كلام زي ده خالص. انت دخلت نفسك طرف ليه؟ ابتدت الناس بقى تاخدها بمعنى تاني. هو انت بتشجع مين؟ وانت عايز ايه؟ وانت ايه اللي مزعلك كده يعني؟ انت لحد ما انت بتقول هو قال اللي انت قلته بقى بعظمة لسانه اهو، المنتخب 10 ايام كان لازم يتمرن على الملعب الفرعي، المنتخب اللي الاولمبي عنده ماتشين ماشي يلعب عليه، انما ما عندكش وقت للصيانه وسامح ان المنتخب يلعب عليه 10 ايام. وبعدين لما الراجل يقول لك الارض بقت وحشه وشبانه بيقول لك الارض اتاثرت، قلت له طبعا اتاثرت، اعترفت ان الارض مش ما بقتش زي الاول او اتاثرت. لكن كولر تصريحات عنتريه، هو ما هجمكش على فكره. خسر في المباراه، هو الراجل بيقول لك ده كان احسن استاد وانا كنت بحبه قوي، والارض دلوقتي يا ريت يرجع زي الاول. قال ايه العنتريه فيها؟ تقوم تقول له انت ولا انت خايف تخسر من بيراميد؟ في ايه يا استاذ وليد؟ انا مش معاك في الحته دي. وبعدين يرجع يقول لك ايه؟ شبانه بقى اللي رد عليه، بس انت بتقول الارض الملعب فيها مشكله، والراجل بيقول الملعب طول عمره زي الحديد، ايه اللي حصل؟ رد ببساطة عايز صيانة. هو ده الرد المقنع المفهوم اللي نبتدي كلنا نشتغل عليه. لما حد يقول لك مرني اقول له لا معلش خليه مخصص للماتشات بما فيها، لان انت حتى كمنتخب ما يقدرش يطلب منك انك تبهدل الارضية يجي عنده ماتش ما يلعبش عليه. المنتخب الاولمبي بنفس الشيء، فانت بتلعب عليه اهم ماتشات.
يا الماتشات الافريقيه المهمه، يا الماتشات المنتخبات المهمه، يا ماتشات الدربيات المهمه. انت بتستقبل اهم ماتشات اللي مطلوب العالم كله بيتفرج عليك فيها، وبيشوف الاستاد وبيشوف ان احنا عندنا كره حلوه. كره حلوه من غير ملعب حلو مش هتبقى حلوه. هتضطر الكره بدل ما تمشي على الارض ترفعها، تبقى بتلعب بطريقه مختلفه، بتاثر على المهارات. يا استاذ ابراهيم، نتمنى الحادثه دي تتاخد في سياقها، بس التعبير مش موفق شويه، اما ملوش لازمه. انت ليه بيقول ليه قلته؟ يعني برضه خلينا ما نخليش حاجه ايه تشدنا عن بكره. طيب الكابتن شوبير قيم اللي حصل ما بين كولر وما بين وليد عبد الوهاب، نشوف رايه. كولر طلع الراجل الحقيقه وقال لك انا راجل بحب العب في استاد القاهره، وانا راجل طلبت ان انا العب في استاد القاهره، وانا راجل حاربت ان انا ابقى موجود في استاد القاهره لان الارض محترمه والدنيا حلوه والقصه جميله. لكن الراجل اشتكى، قال لك الملعب بقى فيه مشاكل، بقى فيه حفر، بقى. وانا على فكره قلت الكلام ده من اسبوع لو حضراتكم تفتكروا. الهرس اللي موجود على استاد القاهره هرس لا يتحمله اي ملعب على الاطلاق، يعني ما ينفعش اي استاد في العالم يتحمل كل هذا الضغط بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه والوضوح. مستحيل 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 انه اي ملعب يستحمل ده. فالراجل لما طلع اتكلم هو ما كانش بينقد استاد القاهره، هو بينقد الحال اللي موجود وشايف انه في اسباب دعت انه الارض تبقى بالشكل ده. للامانه الشديده وهو صديقي العزيز وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره صرح تصريح غير موفق. فقال لك والله هو مش كان بيلعب في الملعب ده، هو مش كان عاجبه الملعب ده. ما هو الراجل قال لك انا كان عاجبني الملعب ده وانا جيت الملعب ده لان انا عايز العب في الملعب ده لانه ملعب جيد. لكن لما يقول لك في مشاكل في الملعب، في مشاكل، حضرتك تطلع تقول والله اسباب انه الاستاد ده في مشكله 1 2 3 4 5 عادي جدا. لكن ايه الداعي بقى انه بيمهد للخساره، انه خايف يخسر؟ ده مش دورك يا استاذ وليد. نمره 2 قال لك والله مش عايز تلعب في الاستاد ما تلعبش في الاستاد. طب احنا قافلين الاستاد. هذا الاستاد ليس ملكيه شخصيه، اذا القرار يخرج من السيد الوزير، فكان تصريحا غير موفقا من السيد وليد عبد الوهاب. نفس الكلام يعني، وحتى كلام الكابتن شوبير ادى العذر للاستاد ان عليه هرس جامد جدا، مفيش ملعب في العالم يستحمله. ايوه بالطريقه دي، وده حقيقي. ايوه ده حقيقي، لازم يبقى في صيغه ان الملعب ده اتخصص لايه. مش من ضمنات التدريب اليومي. أيوة. لان زي ما انت قلت الملاعب الفرعيه في الاستادات معموله عشان التدريب اليومي. بالظبط. ده انت لما بتروح تلعب يا استاذ ابراهيم بره. ايوه بيمرنوك في ملعب فرعي. ويمرنك لمده نص ساعه ولا حاجه اذا قدر على الملعب الرئيسي. فانت يعني خلينا ناخد الموضوع في سياق ما نكبروش اكتر من كده برضو، والدنيا مش ناقصه يعني ان احنا تصريح، يعني كل واحد يخلي باله. الكلمه الان اصبحت في هذا التوقيت لازم تتقال صح قوي.